مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مراسلنا. بداية نذهب إلى مدينة الموصل التي تتميز عن باقي المدن العراقية بأكلة الباتشا، والتي لها نكهة خاصة تجذب كل من يمر من أمام مطعم متخصص بتقديمها. مراسلنا محمد طلال وقع في فخها وأعد لنا هذا التقرير. خلف هذا القدر الكبير الذي تتصاعد منه الأبخرة يقف أبو محمد صاحب مطعم للباتشا الموصلية، يلبي طلبات الزبائن الذين يأتون من مناطق بعيدة لتناول هذه الأكلة الموصلية الشهيرة. باتشا مشهورة في الموصل وأكلة مميزة من كل الأكلات، ومرغوبة عند النساء وعند الرجال وعند الشباب وعند الشياب، مرغوبة. فأكلة يعني يغاد له دقة ونظافة. تميز أشني أطعام ماله تتميز من مقادم هي يسمى الأكسوع أو الضلوف أو اللحم راس، يتميز باللسان بالمخ والبمبارات، تحشي ماله بالبهارات من ثومة من طماطة. الطماطة ماله يصير حادة شوية في الليفلة، يعني شيء تتميز الأكلة هي هاي عن كل الأكلات، تختلف عن باقي الأكلات. وأهل الموصل يحبوها شتى صيف، أنا عندي معايمين شتى صيف يأكلوها عندي، يعني بالصيف يجي يأكلها وبالشتى يجي يأكلها. وهي أكثر العالم يرغبوها إمتي بالشتى، هي مرغوبة الأكلة بالشتى. طريقة إعداد هذه إعدادها والله نسوق المعاش من القصاصيب، نحن نأخذ المعاش من القصاصيب، من روس من مجادة من بارات، نأخذهن نجيب عينا على المحل نشتغلهم وننظفهم ونرجع بعدين نطبخهم. منذ الرابعة فجرا يفتح هذا المطعم أبوابه، يستقبل الوافدين إليه خصوصا في هذه الأجواء الشتوية والتي تشجع على هذه الأكلة. سعر المعون الواحد 5000 دينار، يزين الوجبة حبة ليمون تعصر فوقها في طقوس خاصة بها، ثم يأتي قدح شاي يعدل المزاج. والله هي أكلة مميزة دائما، يعني عند أهل الموصل أكلة الباتشا معروفة، الموصل بأكلة الباتشا يسوونها المطاعم تسوي الباتشا، يعني مميزين عن باقي المناطق. وأكلة يعني هي أكلة صباحية وأكلة راقية، يعني بالنسبة لي أحبها حيل. والله تقريبا يعني 4 مرات 5 مرات. والله بالنسبة لك الباتشا أكلة مفضلة نحن عندنا أهل الموصل، وبالأخص مش بالشتاء، يعني لو يوميا واحد يأكل باتشا ما يعجز. لا ما يوميا، لا والله بالأسبوع مرة مرتين مرة، لأنه ما ظل يأخذ الأكل الباتشا مثل الدهن شوية ضرنا. و زين شنو يميز الباتشا الموصلية عن بقية الباتشات الموجودة بالمحافظة؟ والله احنا فترينا كل العراق ما لقينا باتشا مثل باتشا الموصل، حتى ببغداد ماكو، مستحيل من الله. نظافة والله الباتشا، بس تحب نظافة. زين شلون أسعارها؟ أسعارها رخيصة، 5000 يعني السعر حيل مناسب، حتى الفقير يقدر ياكلها. للباتشا الموصلية مميزات تجعلها متفوقة على باقي المحافظات العراقية، فالنظافة والتوابل الخاصة بها تجعلها في المرتبة الأولى وفي منافسة دائمة، لكن الفوز هنا للألذ طعما. باتشا بمبار مخ لسان مشكلة يعني، وأنا بالموصل يعني حل جوكم بارد حل تعجبنا يعني، فشوف يجون مرات من بغداد السواق يجون على باشت الموصل، باشت الموصل وباشت أبو حمودي نظيفة. شنو يميز الباشت الموصل؟ هي شلون تقول كل محافظة مختصة بأكلة يعني، فالموصل بالباشا يعني حيل مضبوطين بها نظافتها. و شنو أسعار الباشا؟ النص ب5000 دينار، يعني مش قد ما جوعان ما يكفيك، ومشكل مخ وبمبار وشردانه. داخل هذه المعدة تختبئ تماسيح ترفس غاضبة احتجاجا على تأخر موعد طعامها
بعد تحملها لساعات طويلة رائحة الباتشة الموصلية التي لا تقاوم أثناء إعداد هذا التقرير. محمد طلال، زاغروس تي في، برنامج مراسلونا. نذهب إلى سليمانية، حيث أطلق زوجان جمعهما الحب والحلم معا فكرة عصرية في بيع الألبسة الرجالية والنسائية على حد سواء، وذلك عبر تحويل أحد بعصات النقل إلى محل للألبسة. شيار محمد معه التفاصيل. نام شيا جمالا خواني بيروكي داناني ام باصم كدوكان. انا اسمي شيا جمال، صاحب فكرة هذا البعصة وتحويله الى محل الالبسة. انا كنت املك محل بيع الالبسة في السابق، ولكن فكرتي بهذا البعصة تجسد عدم الاستسلام للأزمة الاقتصادية والتي حصلت في الاقليم، والبحث عن بديل يخفف عني عبء المصاريف وخاصة اجار المحل، وايضا البيع باسعار ارخص للمواطنين. استطعت التغلب على كل العقبات التي واجهتني أنا وزوجتي في البداية، وخاصة الخوف من عدم استقبال الناس للفكرة، لكن الفكرة نجحت وبدأنا باستقبال الزبائن كل يوم. وأتمنى أن يحصل كل الشباب على مشاريعهم الخاصة بهم وعدم تقليد الغير. بداية هذا المشروع كان قبل 4 أشهر، فكرنا بتنفيذ شيء مختلف بما يخص بيع الألبسة، لذا كان هذا الباص والذي لقي استحسان الكثيرين. وأدعو من هنا الشباب إلى الاعتماد على الذات والسعي وراء تحسين أوضاعهم وإيجاد أفكار الخاصة بهم وتنفيذها وعدم الخوف من الفشل. الباص يغير مكانه حسب فصول السنة. الآن نحن نركن الباص بالقرب من منطقة سهولكة والتي تكون مكتظة خلال الشتاء وحتى ساعات متأخرة من الليل، أما في الصيف بالتأكيد سنبحث عن مكان آخر.
كما أردك مان بيكوين طاقيك زور زور طازة. بالتأكيد الآن ومن خلال العمل كثنائي مع زوجتي لدي الكثير من الطاقة لعمله وتحديث الفكرة، وليس كما في السابق عندما كنت أعمل لوحدي في محل الألبسة. الآن وبوجود زوجتي معي بدأت النساء تزور الباص أيضا وتشتري، وهذا محل فخر بالنسبة لي. مشاريع يقوم بها شباب كردستان، وذلك للاعتماد على الذات عبر تنفيذ مشاريع خاصة بهم. لبرنامج مراسلون شيار محمد السليمانية. الفنان هوزان كافريكي بأوتار طنبوره يطرب السامعين ويشدو في دهوك قلب منطقة بهدنان، ناقلا عبق الفن الكردي من كردستان تركيا. غسان خضر لمراسلنا حمل التفاصيل، فنتابع. نظيمن هوزان جبر، يعني بكو جبر تناسكرن. اسمي هوزان، هوزان جافركي، أعرف بالفنان جافركي. أنا من تركيا، جئت إلى هنا إلى دهوك من أجل أداء بعض الأغاني. بدأت مسيرتي الفنية في عام 2005، وإلى الآن أنا مستمر في تقديم الأغاني. يغلب على أغاني الطابع الوطني، إنني أجيد كل أنواع الغناء، ولكن أركز بالدرجة الأساس على الأغاني الوطنية، لأنني أريد من خلالها أن أوصل رسالة إلى شعبنا. مدينة دهوك تتميز بأنها متذوقة للفن، وهذا الذي جعلني أقصدها. إنني أريد من خلال مجيئي إلى دهوك أن أتعرف على شعبنا هنا. جبر باي ادينات وستيا لسرك او ادينات كلم من بوجر هواك جمال من يا ربي كلم من بوجر هواك جمال من يارا يارا بيدا. مسيرتي الفنية بدأت منذ قرابة 15 سنة وهي مستمرة. حلمي أن أقدم أغنية على كل أجزاء كردستان لكي يسمعها العالم. هذه المرة إلى مدينة القوش، حيث الفنان باسم إسحاق من سكنة ناحية القوش، عازف وملحن وشاعر، ويعزف على آلة الطنبور التي تعلم العزف عليها منذ الصغر. قصة هذا الفنان في تقرير مراسلنا أكرم سليمان، فلنتابع. Thank you.
محلي هذا، هذا الأسواق، هذا كان بيتنا، هذا سكن والدي كان وأخوتي وخواتي. فقبل يعني تقريبا عشنا به 12 13 14 نفر بهذا البيت، وتعرف مرور الزمن وتقريبا بالمئة سنة هذا صار له، فصار مثل بيت قديم كخربة، وشلت الأنقاض وهذه وسويت لي فد محل. هذا تشوف هذا الأسواق ورتبته وهذه وعلى مود المعيشة، وما زلت أنا محتفظ بتراث والدي وتاريخ والدي، وحتى عندي صورة مع والدي ووالدتي غادي معلقة لين أحتفظ به. بالنسبة للآلات الموسيقية، أنا من كان عمري تقريبا بالعشرات 12 سنة أنا حبيت الآلة الموسيقية والموسيقى خاصة، لأن الموسيقى غذاء الروح. يعني أنا حبيت الموسيقى، فذاك الوقت ما كان أكو أجهزة حديثة مثل هالوقت هذا، ما كان أكو أور، ما كان أكو قضايا تعرف أسعت الالكترونيات والانترنت فذاك اليوم ذاك الوقت كان اكو بس طنبوره بزغ، طنبوره كان اكو، ايقاعات كان اكو كذا هذه. فاني حبيت هذه الاله وتعلمت بها من حالي، وفكمت قمت اصنع من اني يعني اجيب الخشبات وكذا وأصنع منها الطنبورات. أنا أم شاعر، أكتب بالسريانية قصائد شعرية وأكتب أغاني منا حبه وناشوثة ما قدوها بس انت خنواتي مقميثة. حب القبل قد كانت طيبة أحسن من أسع هالوقت هذا، زوالا خاقي بتخنة دملت وخوة خبيثة، كنا نروح نعايد واحد اللاخ باعتبار كنا بيت واحد، ولك إذا أخوة إيمان بتآثوا وبتقالوا إذا ما كنا نتصورش وقت بس يقترب العيد على مود نروح عد واحد الاخ نزوره ونعايد الاقارب والجيران والكذا، تزالم عيد غذاذ كلها بحنين حتى نعرف نروح نعايد واحد الاخ بحنين القلب، ما مثل السعب قساوه. قدمت بخليت الشنثة مري شوالا يمي تزالن الايتا املا ود لشامي رازب اثيوم بريخه بقل تعبت شيخ طيفه. الصبحيات كانت تحسسنا والدتي حتى نروح للكنيسة نسمع قداس، وما قد آثى وناش من ذيناثة وما ليوة أن مثواثة بصخوثة بقول ببواثة ما بسيموا وأن يماثة. قد كانوا يجونا من المحافظات ناس وأقارب وأصدقاء يملون هاي القرى البسيطة، يملوها بالأعياد ومناسبات وأعياد الدير ربان هرمز. قبل الناس كانت القوش تقريبا بقد هاي أربع مرات، فهاي الهجرة أثرت علينا هاي الهجرة، وراحوا وكلهم قرابتنا وأصدقائنا وأخوتنا وولادنا، فراحوا وكل واحد صار بديرة. ف
ففرت القوش. ولا قبل كنا نعيش يعني الحمد لله والشكر، كان أكو شغل وحركة وتعرف ناس مليانة، القرية مليانة من ناسها من طيبين من أصدقاء. عندي 3 أولاد و4 بنات وأنا وأمهم 9. فالحمد لله والشكر ابني درس طب عام خريج نينوى خريج الموصل اختصاص طبيب اختصاص كلى ومسالك بولية، كان يشتغل مع دكتور شوقي غزالة بأربيل. الحمد لله والشكر. هذه عندي 2 الأخ الله يخلي ولدكم، واحد استعتب 5 طب أسنان وواحد برابع هندسة نفط. بناتي عندي 2 متزوجات، واحدة ساعتها بالخارج بالكندا، وتحياتي إلها وزوجها وابنها وبنتها ليديا، كانت خريجة تربية معلمة كانت، والأخ خريجة إدارة واقتصاد. أم تحياتي زوجها وإلها وبنتها ماريسا. والبقية عندي 2 الأخ الساعتها حاليا بالبيت قاعدين، يعني خريجة هندسة إلكترونيك وعدة خريجة الزراعة. هريك سردين أخوت ويارا مني، هريك سردين أخوت ويارا مني، ليلي 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 حني، ليلي ليلي لما لفن التجميل من أثر كبير على حياة المرأة بشكل عام، أقامت منظمة النوى للتجميل في البصرة دورة مجانية لتطوير مهارة المرأة في المجتمع البصري لفن التجميل والحلاقة. مراسلنا ستار المنصوري أعد لنا هذا التقرير فلنتابع. الذي يهدف لتطوير المهارات بفن الحلاقة والتجميل أعطى مدلولات إيجابية للحرية التي تتلمسها المرأة في جنوب العراق. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري البصرة. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج مراسلنا لهذا الأسبوع، وسيتجدد لقاؤنا في الأسبوع القادم، وإلى ذلك الوقت هذه تحية من كادر مراسلنا ومني أنا نوفين مرعي. كونوا بخير.